وللقاء المزيد من الأضواء حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف وعلى الهواء مباشرة الأستاذ أحمد سميعي، مدير أول بإدارة العقارات والصيانة ببنك الإسكان. نرحب بك بداية في نشرة الأخبار، وهل لك أن تطلعنا على أبرز ما تم إجراءه من أعمال صيانة وأيضا إضافات تم إدخالها على مبنى العمارة السكنية بمنطقة اللوزي؟ أولا مساء الخير جميعا، حبيت أشكركم على تسليط الضوء على هذا الموضوع المهم، وحبيت أشير إلى أن الأعمال الصيانة تضمنت استبدال جميع التوصيلات الكهربائية في المبنى سواء كانت متضررة من الحريق أو حتى السليمة. بالإضافة تم استبدال الزجاج المغلق اللي كان متوفر في جميع ردهات المصاعد في الطوابق بنوافذ قابلة للفتح مع تهوية. بالإضافة قمنا احنا الحمد لله بفحص جميع توصيلات داخل الشقق وفي المناطق المشتركة، بالإضافة إلى غرفة الكهرباء الرئيسية في المبنى تمت صيانتها وجرى اختبارات تشغيل لها قبل عودة الأهالي بفترة كافية. أيضا قمنا بصيانة أنظمة كشف الدخان وأنظمة مكافحة الحريق في المبنى بالكامل وفق اشتراطات المعتمدة من إدارة العامة للدفاع المدني. إلى جانب ذلك شملت أعمال الصيانة صباغة شاملة للمبنى بالكامل من الداخل مع منطقة السلالم، وتم استبدال الأرضيات في المناطق المتضررة بالمبنى بالكامل من الحريق. نعم سيد أحمد، من خلال تعاون الفريق الحكومي تم إجراء فحص شامل لجميع العمارات السكنية التابعة لوزارة الإسكان والتخطيط العمراني، هل لك أن تحدثنا عن هذا الجانب وأيضا أبرز الإجراءات التي تم اتخاذها؟ نعم بالفعل، الفريق الحكومي جزاه الله خير انتهى مؤخرا من فحص جميع العمارات في مختلف محافظات المملكة، وتم توفير المعالجة والصيانة لبعض التوصيلات الكهربائية المخالفة في بعض العمارات. بالإضافة تم التأكد من سلامة التوصيلات الكهربائية في المناطق المشتركة في العمارات نفسها. وفي هذا الصدد نود أن نشير إلى أن جميع التحسينات وأنظمة الحريق وغيرها من إضافات قد تم تنفيذها في المبنى السكني الذي تعرض للحريق، إن شاء الله سيتم تطبيقه على جميع العمارات السكنية المماثلة له من ناحية التصميم خلال الفترة المقبلة، حرصا على سلامة القاطنين وتأكد على أهمية اتباع أقصى إجراءات السلامة بجميع المباني تحت مظلة وزارة الإسكان والتخطيط العمراني. نعم، إذن الأستاذ أحمد سميعي مدير أول بإدارة العقارات والصيانة ببنك الإسكان، شكرا جزيلا لك.